الفيلم بيبدأ بحكاية فرعونية اتمحت من التاريخ عشان محدش يدور عليها ويكتشفها، وكانت سر الأسوأ أسرار الدفن عند الفراعنة لأميرة اسمها إمهانيت، ودي كانت الوارثة الوحيدة لعرش مصر لأن فرعون مخلفش غيرها، وكانت في انتظار الحكم بعد موت فرعون، لكن فرعون عجبته واحدة واتجوزها وخلف منها ولد، وكانت الصدمة لإمهانيت لما عرفت إن أخوها هياخد منها الحكم، وابتدت تستخدم الشر اللي جواها بإنها تتعاون مع ست إله الموت عند الفراعنة، وعملت معاه اتفاق إنه يساعدها بإنها تورث الحكم. والإله ست ادالها خنجر عليه جوهرة، وإهمانات اتحولت لوحش شرير وراحت ذبحت أبوها وأخوها في مقابل إنها ترجع الإله ست للحياة على هيئة جسم بشري، وجابت واحد هيتجسد فيه روح الإله ست ويرجعوا يحكموا العالم وينتقموا من الجنس البشري. لكن الكهنة خدروها قبل ما تكمل السحر، والخنجر وقع واتقسم لنصين، واتحنطت واتدفنت في التابوت وهي حية واتقفل عليها، وخدوا التابوت في مكان بعيد عن مصر بالتحديد في العراق، ودفنوها عشان لو اتفتح عليها التابوت هتتحول لوحش وهتدمر العالم كله. وبعد 5000 سنة وهم بيحفروا عشان مطلوا الأنفاق اكتشفوا مقبرة الفرسان المعبد، والجوهرة كانت مدفونة مع واحد من الفرسان ديت لما راحوا وقت الحملة الصليبية في مصر، وبيجي عالم آثار اسمه هنري معاه جواب بإنه بقى مسؤول عن المقبرة دي. وكان في اتنين تبع الجيش، واحد اسمه نيك وواحد اسمه فايل، بيستغلوا وظيفتهم انهم يدوروا على الاماكن اللي فيها اثار وياخدوها ويبيعوها، ونيك كان معاه خريطه المكان فيه مقبره وكان عايز يروحها، لكن المكان كان فيه ارهابيين، وفايل كان خايف يروح معاه، ونيك وقع له الميه اللي معاه عشان يضطر يروح معاه ويدوروا على الاثار، ولما راحوا الارهابيين ضرب عليهم نار وكانوا عايزين يقتلوهم، وفايل كلم القياده وقال لهم انهم اتعرضوا لهجوم وطلب المساعده، وعلى طول اتبعتت دوريه ودمرت المكان والارهابيين خافوا وهربوا، والبيت اللي كانوا واقفين عليه اتأثر من الضرب ووقع وظهرت المقبرة. ولما القائد جه عرف انهم استغلوا منصبهم وبدل ما يحاربوا الارهاب بيدوروا على اثار عشان يبيعوها، وبتيجي واحدة اسمها جيني وبتضرب نيك وبتقوله فين خريطة المقبرة اللي انت سرقتها مني، ولما نيك بيحاول ينكر انه يعرفها جيني بتقوله القائد ان نيك كان بايت معاها في الفندق امبارح وسرق منها خريطة المقبرة اثرية، وعقابا ليه القائد امره بانه ينزل هو وفايل مع جيني المقبرة دي، وجيني استغربت من شكل المقبرة لما عرفت انها مصرية وموجودة في العراق. بعدها نزلوا هما التلاتة المقبرة وفضلوا يستكشفوا فيها، ونيك لقى مادة غريبة بتقع عليه، ولما جيني شافتها قالت له ده زئبق، المصريين زمان كانوا بيحطوه في المقابر عشان يضعفوا الأرواح الشريرة، ولقوا الزئبق ماشي في نظام صرف ومتجمع في مكان مليان بالموميا وحوالي 6 حراس، والزئبق بيغذي الشيء اللي مدفون تحت، ونيك وفايل فرحوا لما شافوا الذهب اللي حواليهم، وما كانوش عارفين ايه الشر اللي مستنيهم في المقبرة دي، وكالعادة لقوا رسالة تحذير في المقبرة إن أي حد هيحاول يدخلها هيتأذي، وفايل كان بيلم اللي يقدر عليه من الذهب ويسرقه. بعدها جت رسالة لفايل انهم يطلعوا فورا لان في طيارة معادية جاية لهم في الطريق، وجيني طلبت منهم انهم يبلغوا القائد انه يبعت يجيب اخصائيين من القاهرة عشان يجوا يساعدوها، ولما فايل رفض جيني قالت له انا مش همشي من هنا غير لما اشوف ايه اللي مدفون تحت، ونيك طلع سلاحه وضرب الحبل والحبال اتحركت ولقوا التابوت طالع من الزئبق، وكانوا واقفين مستغربين من شكله، وفجأة هجم عليهم جيش من العناكب وطلعوا مشيوا عليهم، وواحد منهم عض فايل وفضل يضرب عليهم نار، ونيكو هو بيبص للتابوت لقى نفسه شايف إهمانات وبتقوله انت طلعتني من السجن يبقى انت المختار. بعدها ربطوا التابوت وطلعوه من المقبرة، والمكان حواليهم كان مليان بالغربان ولقوا عاصفة شديدة في الطريق ليهم، وحطوا التابوت في الطيارة بسرعة وركبوا وتحركت الطيارة في اللحظة الأخيرة قبل العاصفة ما تعدي عليهم، وفايل وهو نايم مات من عضة العنكبوت، وجينا راحت تقرأ الرموز الهيروغليفية اللي على التابوت وعرفت القصة كلها، وظهر لنيك كل اللي حصل ولقى نفسه نايم مكان الشخص اللي إهمانتها تقتله عشان ترجع روح الإله ست في هيئة بشر، وفجأة فايل اتلعن وقام وقتل القائد وكان عايز يقتل نيك، ولما قرب منه أكتر نيك ضربه بالنار، وبعدها جيش الغربان هجم على الطيارة ودخلها والطيارة وقعت، وقبل ما توصل للأرض نيك أنقذ حياة جينو وفتح لها الباراشوت وطلعت من الطيارة، والطيارة وقعت وكل اللي فيها ماتوا، واستدعوا جينا عشان تتعرف على الجثث، ونيك صحي لقى نفسه نايم في وسط الجثث، والغريب ان جسمه ما فيهوش ولا خدش، وبص لقى فايل وراه بيقول له انت ازاي بتتكلم معايا وانت ميت. بعدها فايل اختفى وجيني دخلت لقيت نيك واقف واستغربت انه لسه عايش، واتبعت الدوريات استطلاع للمكان اللي وقعت فيه الطياره، ولما نزلوا لقوا التابوت مفتوح والغربان حواليهم في كل مكان، ولما واحد منهم رفع التابوت لقى الموميا تحته، وفجاه الموميا صحيت، ولما صاحبه راح عشان يشوفوا الموميا لعنته ومات، وبدات اهمانات ترجع قوتها، والاتنين اللي قتلتهم اتلعنوا وقاموا ومشيوا معاها، وبكده أي حد إهمانتها هتقتله هيتحول ويتلعن ويبقى زيها، وجيني وهي قاعدة مع نيك سألته أنت إزاي ما متش وكمان مفيش ولا خدش في جسمك، ونيك ما ردش عليها لأنه أصلا ما كانش عارف لسه اللي حصل له، وبدأ يشوف فايل وهو واقف حواليه، وجيني قالت له على القصة كلها بإن كان في زمان أميرة اسمها إهمانيت، والأميرة دي اتشالت من كتب التاريخ عشان محدش يقدر يوصل لها،
لأنها لو رجعت للحياة تاني هتدمر العالم بشرها، وقالت له إنها قتلت أبوها وأخوها عشان تستولى على الحكم، وتعاونت مع الإله سيت وساعدها في قتل أبوها وأخوها في مقابل إنها هترجعه للحياة في شكل بشري عن طريق الخنجر والجوهرة. لكن الخطة ما كملتش والحراس مسكوها ودفنوها حية، والخنجر وقع واتكسر لنصين، النص الأول اللي هو الخنجر والنص التاني الجوهرة، والخنجر ده اللي بينسرقوه زمان، والجوهرة اتدفنت مع فارس في إنجلترا. والفترة اللي فاتت هما بيحفروا المترو الأنفاق لقوا مقبرة كبيرة للصليبيين ودي اللي فيها الجوهرة، وهما بيدوروا عليها دلوقتي. واللي حصل في الطيارة ده كان غضب من الآلهة، عشان كده بعتوا الغربان ووقعوا الطيارة في نفس المكان اللي في المقبرة. ونيك كان لسه شايف فايل وهو بيقوله تعالى، وقام قابله في الحمام، وفايل كان بيلومه عشان ضرب عليه نار، ونيك قال له انت اللي كنت هتقتلني وانا كنت بدافع عن نفسي، وفايل قال له احنا الاتنين اتلعنا ولازم تشوف حل، لان اهمانات اختارتك انت عشان الاله سيت يسكن جسمك ومش هتقدر تهرب منها ولا من مصيرك. ونيك خاف وطلع بره ولقى اهمانات جياله وحواليها جيش من الفيران، وقعوا فضلوا حواليه لحد ما اهمانات قربت منه وبتقول له انت المختار، وفجأة لقى جيني قدامه وبتقول له مالك، ونيك لسه ما كانش مصدق اللي بيحصل له، وقال لجيني انا عايز اروح للمكان اللي وقعت في الطيارة عشان اتأكد الموميا في التابوت ولا لا، وخدها وراحوا المكان اللي وقعت في الطيارة، وشاف اهمانات قدامه وبتقول له تعالى، وبص لقى نفسه في كنيسة والموميا مسكته من ايده ورجله واهمانات جات له، وكانت عارفة طريق الخنجر وطلعته، وقبل ما تضربه بيه ما لقتش الجوهرة في الخنجر. وجيني دخلت وشافتهم، ونيك قال لها تهرب بسرعة، وإهمانات راحت لها، ونيك بدأ يقتل في الموميا اللي حواليه اللي كان من الصعب قتلهم لأن مفيش حاجة بتأثر فيهم. وقبل ما إهمانات تلعن جيني، نيك ضربها بالخنجر، وجيني خدت الخنجر وطلع يجروا ولقوا عربية واقفة وخدوها ومشيوا. وجيني كانت مستغربة ازاي إهمانات عرفت مكان الخنجر بسهولة، وهما بيتكلموا لقوا نفسهم رجعوا لنفس المكان وإهمانات قدامهم. ونيك لف ورجع بالعربية، والموميا دخلت العربية وكانت عايزة تقتلهم، وكل ما يخلصوا من واحد يجي واحد تاني لحد ما العربية اتقلبت، وإهمانات جت لهم ونيك جاب خشبة وقام عشان يضربها بيها، وإهمانات ضربته وراحت عشان تقتل جيني، وقبل ما تلعنها جم ناس من وراها وضربوها بالأسهم في كل مكان، وإهمانات وقعت وخدوها وراحوا لدكتور هنري، وعرف نفسه لنيك وقال له أنا مهمتي إن أحارب الشر وأنت ملعون ولازم نشوف لك حل، وخده وراح لإهمانات وهي مربوطة، وقال له إحنا دلوقتي قدام أقدم شيء إحنا اكتشفناه. ولما نيك قال له انتوا بتعملوا فيها ايه، هنري قال له احنا بنحقنها بالزئبق عشان نحنطها، وعلى درجة حرارة معينة هيتجمد الزئبق في عروقها ويكون سهل ان احنا نشرحها، وبعد كده نعمل عليها ابحاثنا. وقال لي نيك انت مفيش قدامك دلوقتي غير انك تسمع كلامي، لان اهمانات اختارتك انت عشان تكون الشيطان اللي هيدمر العالم. واهمانات ردت عليهم وقالت لهم مهما عملتوا مش هتقدروا تغيروا مصيره، واللعنة اللي عليه مش هتروح ابدا، وقالت له اللي اخترته قبل كده مات وانت هتاخد مكانه. ونيك سألها طب ليه اللي بتختاريه بتكون عايزة تقتليه، وإهمانات قالت له مش بقتله أنا اللي بختاره بعطيه الحياة الأبدية، وبمجرد أن اطعنه بالخنجر هيكون إله والعالم كله هيخدمه، وكمان يقدر يقتل ويحيي أي حد ميت. وقالت له ما تسمعش كلامهم لأنهم هيقتلوك. ونيك بيفضل يفكر في كلامها، وجيني بتحاول تفوقه من اللي هو فيه، وبيرجع على طبيعته لما بيشوف إهمانات وهي بتتألم. بعدها علماء الآثار قدروا يوصلوا لمكان الجوهرة في المقبرة، وإهمانات كانت شايفة ده بعينيها وكانت عايزة توصلها في أقرب وقت. ونيك سأل هنري انت ازاي هتطلع مني اللعنة، وهنري قال له انت لازم تضحي بنفسك، احنا لقينا الجوهرة وهنحطها في الخنجر ونطعنك بيها، وبعد كده هتكون تحت ايدينا ونقتلك زي ما هنقتل إهمانات، لأن دي الطريقة الوحيدة لكسر لعنتك وقتل شرك. وإهمانات بعتت حشرة ودخلت في ودن واحد من الطاقم واتلعن وقدرت تتحكم فيه، وقام وضرب محول الكهرباء، وإهمانات رجعت كل الزئبق اللي في جسمها. وجيني قالت لنيك أنا عرفت الطريقة اللي هنكسر بيها لعنتك من غير ما تتأذي، وهي إن احنا نكسر الجوهرة، لأن الجوهرة لو اتكسرت هترجع كل حاجة على طبيعتها. وإهمانات قدرت تكسر السلسلة وتهرب، وبدأت تحول كل اللي حواليها الموميا عشان يساعدوها، وقالت تعويذة تطلب بيها مساعدة من سيت إله الموت، واتكسر كل الإزاز اللي حواليهم في المدينة، ونيك وجيني طلعوا يجروا. وبعد هروب إهمانات بلغوا الحراس اللي في المقبرة انهم يقفلوها ويأمنوا على الجوهرة، لان إهمانات جايالهم عشان تاخدها، وحصل عاصفة رملية شديدة دمرت المدينة. ونيك لقى فايل قدامه وقال له تعالى معايا انا عارف طريق الجوهرة، وإهمانات طلبت من سيت ان يقوم لها كل الموميا عشان يساعدوها. وبعدها كل التوابيت اتفتحت والموميا طلعت منها، وقتلوا كل الحراس وعلماء الآثار اللي في المقبرة، وفتحوا الإهمانات باب المقبرة وركعوا لها، وخدت الجوهرة وحطتها في الخنجر، وكده بقى لها انها تطعن بيه نيك. بعدها واحد من الموميا وقع نيك وجيني في المية، وطلعوا نيك طمنها وقال لها انهم بقوا بخير، لكن اهمانات ظهرت من وراه مشدت جيني لتحت في المية وخدتها ومشيت، ونيك راح وراهم والموميا كانت وراه، ولقى جيني قدامه غرقانة، ولما طلع الموميا خدوه الاهمانات، وجيني كانت قدامه وميتة، ونيك كان زعلان عليها. بعدها الموميا اتبخرت واهمانات راحت له وهي ماسكة الخنجر، ولما نيك قومها اهمانات فضلت تضرب فيه وتطلب منه انه يستسلم، ورفعته بايديها، ونيك حط ايده على الخنجر وقال لها اللي في دماغك ده عمره ما هيحصل،
وإهمان اتغضبت منه وحدفته بعيد، ولما بصت ما لقيتش الخنجر معاها. ونيك ضرب الجوهرة في الأرض عشان تتكسر وتختفي اللعنة، وقبل ما يضرب الضربة التانية إهمانات فكرته إن لسه قدامه فرصة إن يحيي جيني، لأن لو طعنته بالخنجر هيكون مخلد في الحياة وقادر إنه يحيي أي حد ميت. ونيك بص على جيني وصعبت عليه، وإهمانات راحت له عشان تاخد منه الخنجر وتطعنه بيه، لكن نيك طعن نفسه بالخنجر وسكنت روح الإله سيت الشريرة جواه. وراح لإهمانات وفضل يفكر في كلام هيلين وهو بيقوله أنت لازم تضحي بنفسك عشان غيرك يعيش، ومسك إهمانات وحدفها وراح لها ورفعها بإيده على التابوت ولعنها، وتحولت لموميا تاني وماتت. وراح لجيني واستخدم روح الإله سيت ورجعها للحياة تاني. ولما جين صحيت لقت إهمانات متحولة لموميا والخنجر على الأرض، وفهمت إن نيك ضحى بحياته علشانها، وشافت نيك واقف بعيد، ولما حبت تروح له نيك منعها لأنه كان خايف إنه يأذيها. وجين ما كانتش مصدقة إن نيك ضحى بحياته علشانها. بعدها هيلين جه ونيك اختفى، وخدوا جثة إهمانات وحطوها في تابوت مليان بالزئبق، وقفلوا عليها التابوت تاني. وهيلين قال لجين نيك دلوقتي وحش شرير، ومهما كان من جواه بيحب الخير ممكن في أي وقت الشر اللي جواه هو اللي ينتصر. لكن نيك اختار الخير ورجع فايل للحياة تاني، وخدوا وراحوا يدوروا على حل يكسر بيه اللعنة اللي هو فيها في أي مكان في العالم. ياريت بقى لو عجبك الفيديو تحط لايك، ولو أول مرة تتابعني اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يجيلك إشعار بأي فيديو جديد هنزله، وما تنسوش تعملوا فولو على الفيس وانستجرام وتشتركوا في قناتي على تليجرام. يلا سلام.